يا جماعة في أسانسير كبير جدا، الشقة في الدور الخامس، وطبعا ده السلم. الشقة 130 متر بالمنافع، شايفين الدولاب؟ ده هنا علشان تعلقوا الجواكت بتاعتكم. وهنا الجزم. طبعا حتى الدولاب ما شاء الله الجودة كويسة جدا. وبرضه هنا كمان. وطبعا هنا علشان الكاميرا تحت والأمن والحراسة اللي يجوا يزوركوا. الغرفة الأولى زي ما احنا شايفين يا جماعة ما شاء الله واسعة وكبيرة. بعد كده الغرفة الثانية. طبعا يا جماعة الحمام، حمام عادي، الحمام الكبير دلوقتي هنشوفه، ده الحمام الكبير اللي الواحد ياخد فيه دوشه وكده. الصالة زي ما احنا يا جماعة شايفين ما شاء الله الصالة كبيرة. وطبعا زي ما احنا شايفين ان الشقة بيدخل لها الضوء من كل مكان. كلي ما بين، ويا جماعة ده مكان التكييف المكيف. الله تجمزة. شايفين يا جماعة ما شاء الله الصالة كبيرة وواسعة. وده الدفاية. نخش على ما شاء الله المطبخ الكبير، شايفين؟ وان الميزة ان كل الشقة مفتوحة، شبابيك وهواء وشمس بتخشها. وطبعا قدامنا حديقة ومستشفى وجامعة، اوريكم كل حاجة دلوقتي. الشقة هتتباع كده ما شاء الله، فيها المطبخ وال نقاط الاستيلار بيشوز اللي ابتيز. شايفين يا جماعة الخبر الحلو. عموما الشقة هنا في المجمع في العادي سعرها تبدأ من 550 ل 600 ألف ليرة، لكن الشقة دي فرصة كبيرة جدا. المالك محتاج فلوس ضروري، هيجوز ابنه وكده، فالنهائي
زي ما احنا شايفين يا جماعة، هنا اول حاجة حديقة عامة، منظر حلو جدا، تقعدوا كده في البلكونة، مش عايزين تخرجوا من البلكونة. بعد كده عندكم هناك ملاهي الالعاب اللي هناك، وحتى مش محتاجين تروحوا ملاهي الالعاب هناك، عندكم في المجمع نفسه. عندكم هنا تحت محطة الاتوبيس على جنب هنا، وقدامكم هنا جامعة، جامعة ما شاء الله قدام البناية بتاعتكم. تخيلوا لو عندكم جامعة قدام البناية بتاعتكم، معنى كده للمنطقة كويسة ما شاء الله. بعد كده عندك هناك مستشفى الحسكي اللي كانت في الفاتح، منطقة يوسف باشا كانت في أقصراي، الوقت هو نقلوها هنا يا جماعة، مستشفى الحسكي. يعني جنبك ما شاء الله من أكبر المستشفيات في إسطنبول، مستشفى، جامعة، خضار. تعالوا يا جماعة نبص على باقي المجمع والخدمات اللي فيه. ما شاء الله شقة بسعر زي كده 500,000 ليرة، 130 متر في مجمع حلو، فتعتبر فرصة كبيرة جدا. انا يا جماعه الشقه في الدور الخامس، وصلنا على طول ما شاء الله. وكل يا جماعة كل صندوق خاص بالشقة بتاعته. عاصم سنز ايم، احنا التلفزيون. انقلب لرز. شايفين يا جماعة حمام السباحة، كولاي جالسن ما شاء الله، شايفين بينظف حمام السباحة. ما شاء الله أطفالكم يلعبوا هنا في المجمع. ويا جماعة دي الجامعة، دي يا جماعة الجامعة قدام المجمع على طول ما شاء الله. ويا جماعة ما شاء الله في صالة رياضة وفي كل حاجة. تعالوا يا جماعة نوريكم الباقي، تعتبر فرصة كبيرة جدا. مثلا كده جاز سنة اونجا جيت سنين تعقيب ده جيم. بينظف حمام السباحة. جماعة دلوقتي هنا في صالة الألعاب الرياضية، شايفين الأطفال يلعبوا هنا. والله فاكر أيام زمان لما كان عندي تقريبا 10 سنين، كنت باكل في المطعم والأطفال كانوا بيلعبوا هنا، يعني في المطاعم وكده، فأطفالنا إن شاء الله يتمتعوا ويلعبوا هنا. شايفين؟ وانتوا تقعدوا هنا والاطفال بيلعبوا قصادكم. وطبعا هنا ديت صالة الساونا،
بيفتحوا من الساعة كام؟ 11. أتشلش يعني الفتح، كابنش الغلق، من 11 صباحا ل 11 بالليل. صالة البينج بونج. بعد كده بقى ايه؟ الصلاة الرياضية. والميكروفون معايا عشان تسمعوني كويس. الشقه ديت تعتبر فرصه من اجمل الفرص. احنا لما سمعنا سعرها من المالك، الملك طبعا عرفنا، واحنا ما شاء الله تعاملنا معاه اكتر من كذا مره، عشان دايما حاجته بتكون فرص. 3 غرف، حمامين قدام الجامعه جنب المستشفى، 15 دقيقه لمنطقه الفاتح. هو احنا فين دلوقتي؟ في منطقه السلطان غازي في جبجي. فتطلعوا على طول من هنا محطة الأوتوبيس، هتركبوها بتروحوا أي منطقة أنتوا عايزينها، حتى إن كده ربنا يكرمكم إن شاء الله وتجيبوا سيارة، بعد كده هتعيشوا عيشة الملوك. علشان خلاص ما شاء الله جراج تحت وكل حاجة، جراج موجود هنا، تركنوا عربيتكم وتخرجوا تجيبوا اللي أنتوا عايزينه. فتعتبر ما شاء الله من أكبر الفرص اللي عندنا دلوقتي إن شاء الله، وبنحبكم جداً، ونشوفكم قريب في تركيا بإذن الله. علي جمال، إسطنبول، تركيا. مع السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا مقررين أنا وزوجتي نشتري شقة في إسطنبول. بعد البحث حصلنا على شقة في إسطنبول، والحمد لله والشكر بجهود أستاذ علي وشريكه المحترم، وطلعنا البارحة على الطابو. خلال 3 ساعات صار الطابو باسم زوجتي أو باسم العائلة الكريمة، والحمد لله والشكر مع متابعة أستاذ علي ما قصر ويانا، وجهوده كلش طيبة وحلوة وشريك المحترم. وأنصح أي شخص يريد يشتري شقة في إسطنبول يتعامل مع أستاذ علي وشريك المحترم، يعني يشتغلون بجهود وطيبين وبنية صافية ومحترمين، والحمد لله والشكر، وأشكرهم جزيلا. احنا نشكرهم كثير، وقدرنا أن نطوب البيت بنفس اليوم، يعني شيء جميل جدا الحقيقة. ومثل ما تعرفون انتم يعني نحن غرباء في هذا البلد، والجماعه وقفونا، انا صرت ما حسينا بغربه، ما حسينا بشيء، حسينا انه اولادنا معنا في الشراء من البدايه الى النهايه. وهاي شقتنا الجديدة اللي اشتريناها من خلال الأستاذ علي وشريكة التركي، مشكورين كل الشكر. والمنظر العام يكشف كل اسطنبول، كل اسطنبول من كل جهاتها. ألف شكر لك أستاذ علي، وألف شكر لشريكة التركي ولمساعدتكم لنا. تحياتنا لكم.
ألف مبروك. شكرا. ألف ألف مبروك على الطابق. الله يبارك فيك أخوي علي، أنا شاكر ومقدم لك. والله أنا مبسوط أني شفت الطابق باسمي، يعني كلمة شكرا لا تفي حقك يا أخوي علي. أعطيتك وكالة وحطيت الطابو باسمي وأنا مش موجود عندكم، والله ما شفت يا أخ علي إلا الصدق والأمانة يعلم الله، ولن يعني يقف الموضوع عند هذا الحد. يعني أنا ضروري جميع أقاربي وأصحابي أعطيهم خبر عنك، يعني يشتروا هم مرتاحين. صدق وأمانة وإخلاص ما شفتها بأي شخص ثاني. ألف شكر يا أخوي علي، شكرا شكرا جزيلا. علي جمال وشريك التركي ناس موثوق بهم جدا جدا، وإلهم كل الشكر. وأنا بنصح كل واحد حاب يشتري شقة في تركيا أن يتصل بالأخ علي جمال وشريك التركي من خلال اليوتيوب ويختار شيء، وهم حيوقفوا له مثل ما يقولون بالعراق سيف ودرع، ولهم كل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أبو فهد. الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى وتعاون أخ علي جمال، اشترينا شقة في سلطان أيوب والحمد لله كان سعر مناسب من أفضل الأسعار. والأخ علي ما شاء الله عليه يعني بأمانته وصدقه في الأمانة صراحة، الحمد لله اللي شفناه لمسه منه كل خير صراحة، أفضل من الناس. أنا أنصحكم صراحة بالتعامل معه وعلى مسؤوليتي أنا إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله لكل المتابعين، أتمنى لكم كل الخير. وألف شكر للأخ علي صراحة وشريكة اللي تعاونوا معنا صراحة، وكانوا قمة التعاون وقمة الأمانة والصدق في التعاون، يعطيكم ألف عافية إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. الحمد لله والشكر، استونا استلمنا الطابو من دائرة الطابو. نشكر أستاذ علي جمال اللي قالنا شقة بسعر مناسب جدا وما خلانا لحد ما استلمناه، وننصح الناس كلهم أن يتعاملوا وياه لأنه إنسان صادق وأمين، وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أخوكم العربي من العراق الشقيق، جيت تركيا ما أعرف كل شيء وما أندل كل شيء، من واحد لواحد أبو تاكسيات، واحد يوديني على واحد وواحد يوديني على فلان فندق، وشلع قلبي لحد ما اتصلت بعلي جمال أخونا المصري. جانا قبل طيران من الصبح وجاب لنا فندق بسعر كويس مناسب وخلف الله عليه، وما قصروا ويانا وشالوا وياي الجناطاني وعائلتي أربع نفرات زين. لما علي جمال أنا كان تهت بتركيا، المنقذ الوحيد لإخواننا العرب في تركيا علي جمال، واللي ما رديته اتصاله موجود وفيسه موجود وانترنته موجود، أخونا العزيز علي جمال الله يحفظه ويخليه لكل عربي يجي تركيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أتكلم عن تجربتي الشخصية مع أستاذ علي جمال في شراء عقار في تركيا. وأستاذ علي جمال قدر يلقى لي عقار جدا بسعر جدا رخيص ومميز، الموقع المميز اللي كان في يعني كابي على البحر مباشرة، وشقة جدا نظيفة والحمد لله وشكر الطابو سليم، وقدرنا نكمل المعاملة وما تركني إلى انتهى الطابو. وأحب أنه أنصح كل الناس العرب اللي يحبون يشترون عقار في تركيا، طابو نظيف واستلام نظيف ومعاملة نظيفة، يتواصلون مع أستاذ علي جمال وشكرا. معك خالد الصاعدي من المدينة المنورة. علي جمال حقيقة يعني جميل جدا، وجدت من الثقة، لا يبحث عن المادة، يبحث عن أهم شيء يعني يوصل الناس، يعني رجل يعني مهما تكلمنا فيه رجل جميل، رجل يعني يهم مصلحة الشخص اللي يجيه قبل لا تهم مصلحته في ما يبحث عنه. والله يوفقه الحقيقة، وأنا أنصح التعامل معه جدا علي راقي وإنسان يخاف الله ويبحث عن الأجود. يعني الحقيقة رحنا معاه لزراعة الشعر كمان، الحقيقة يعني أنا أنصح التعامل معه لأنه يبحث عن الجودة، والدرجة الثانية يبحث عن السعر، وهو له وضع يعني خاص هنا، وأسأل الله أن يبارك فيه وأنصح بالتعامل معه جدا يعني الحقيقة، يعني حتى لو الثمن برضه أسعاره جيدة، والله يوفقك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا راح أحكي تجربتي الشخصية مع الأستاذ علي جمال.
من حيث إيجار العقار. كنت في بغداد، كانت عندي مشكلة أنا وأسرتي في كيفية إيجاد سكن، وهاي مشكلة عويصة عند كل سائحي حاب يجي إلى تركيا، وتحديدا إلى اسطنبول. تعاملت مع كثير من أهل العقارات. اللي أريد اللي يميز علي جمال برأيي الشخصي، الفيديوهات الدزاها والصور هي نفسها من جهة اللي جيت على أرض الواقع. هاي مسألة. المسألة المهمة الأخرى، الشخص لقيته الساعة 8 الصبح من إجيت من المطار، أنطاني موعد 8 الصبح ولقيته 8 الصبح، وهذا يعني ميزة تحسب له لأنه دقة بالمواعيد، لقيته منتظرني رجل. والمسألة الثالثة والمهمة والمهمة المهمة، ثلاث خطوط تحت المهمة، بأنه السعر مناسب، أوجد لي الشقة لمدة شهرين تقريبا. وأكو خدمات ما بعد الإيجار والشقق اللي هو يسأل بين فترة وأخرى عليك، شنو الحاجات اللي تحتاج، شنو المشاكل، اللي سكنك مريح لا ما مريح، يحاول يتواصل ويا أبو الملك باعتباره يحكي لغة تركية ولغة إنجليزية واللغة العربية. أنصح بكل من يشاهدني بأنه يتعامل مع الأستاذ علي جمال، لأنه إنسان محترم وصاحب موقف وجاد في عمله ومناسب بالأسعار. تحياتي لكل المتابعين، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم علاء السلموني. أنا أول مرة لي هنا في اسطنبول مع الأخ علي جمال في اسطنبول هنا. بتكلم عن تجربتي الشخصية معاه ما شاء الله ومعاملته، بسم الله ما شاء الله عليه، يعني أخ عزيز برغم من أول مرة أتعرف ليه، بس فعلا والله الواحد حس كأنه بيتعامل مع أخ ليه. وكان لي الفضل بعد ربنا في انه ساعدنا في موضوع الاقامه، دلني على مكتب كويس باسعار مناسبه جدا، ودلني على مكان زراعه الشعر. تاني يوم ما وصلت مباشره كنت خلصت العمليه، وصلت هنا يوم الخميس الموافق 12 وعملت العمليه 13، والحمد لله الاثر باين، واثر ان شاء الله دايما معانا في كل حاجه، وجزا الله كل خير والله على العمليه. السلام عليكم. أنا الأخ مهند من بغداد. أنا جيت اسطنبول قبل عدة أيام، وكان في استقبالي الأخ علي جمال، وكان استقبالي أكثر من رائع. أنا زرت اسطنبول أكثر من مرة، لكن هذه المرة كانت الأفضل بسبب إنه الأخ علي جمال وفر لي شقة سوبر ديلوكس، السعر أكثر من مناسب، أفضل منطقة مناسبة. بصراحة أنا يعني حسيت بالارتياح كثير مع الأخ علي جمال، هو صار صديقي يعني. أنا أنصح كل الأشخاص اللي يحبون يجون إلى تركيا في الشراء أو البيع أو الإيجار مع الأخ علي جمال. للجميع الراغبين في الاستثمار وكذلك السياحة في إسطنبول، فقط الاتصال بالأخ علي جمال المتواجد هنا في خدمة المواطنين كافة من بيع وشراء وسياحة وإيجار وسياحة في إسطنبول. هذا الرجل لديه من الأمانة والإخلاص والوفاء الكثير لما لمسته خلال هذه 25 يوم الموجود أنا فيها في إسطنبول، من خلال أنا تعاملي معه بإيجار إحدى الشقق الجميلة جدا وفي قرب في منطقة السلطان أحمد وقرب من الجامع الأزرق، وكذلك من التعامل الصريح والمميز ما بينه وبين الآخرين وما بينه وبين أنا شخصيا، وكذلك لديه صراحة كبيرة جدا في التعامل. حتى وأنا كنت في بريطانيا عندما أرسل لي فيديو للشقة، نفس الشقة التي أرسلها لي هي نفس التي أسكن بها حاليا. نصيحتي للجميع لمن لديه نية الاستثمار وكذلك البيع والشراء وحتى الإيجار، الاتصال بالأخ علي جمال في إسطنبول. علي جمال، إسطنبول، تركيا. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم.
اولا اقول الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقني دلوقتي وفتحنا شركه كويسه جدا ومع الشريك التركي اللي هو نفس تفكيري نفس دماغي بالظبط. شوفوا يا جماعه دلوقتي احنا بنشتغل ازاي في العقارات. اول حاجه رقم واحد بنشوف الشقه او العقار لو سعره كويس ولقطه نتوكل على الله، بعد كده بنروح نشوفه ايه النقطه الثانيه، مكانه، هل مكان امين، مكان يصلح لعيله، مكان جنب المترو والمواصلات، دي تاني نقطه. ثالث نقطه الطابو، يعني ايه الطابو؟ اللي هو سند الملكيه. بنشوف الطابو، ايوه بنشوف الطابو صحيح او مش صحيح، لانها امانه. مين حلقه الوصل؟ مين حلقه الوصل بينكم وبين المالك؟ احنا، فدي امانه كبيره جدا. احنا بنشوف الطابو سليم وكل حاجه جميل جدا، والمالك سليم وكل حاجه كويس جدا. فبعد كده بنقول للمالك شوف عايزين نوصل لك حاجه واحده مهمه جدا، بما اننا الحمد لله احنا خبره في العقارات، المشتريين الوقت بيعملوا ايه؟ بيشوفوا الاسعار، فانت لو جبت لنا السعر النهائي وسعرك يكون احسن من الشقق اللي حواليك شقتك هتتباع بسرعه، فبناء عليه بيدينا سعر نهائي. وبعد كده السعر بنحطه على الفيديو، ده اللي انا بصمم فيها، اي فيديو بعمله بحطه على الفيديو عشان تشوفوه مباشره، وبعد ما تيجوا ان شاء الله بتقعدوا مع الملك مباشره منكم ليه، كويس؟ بناخد النسبه المعروفه عليها هنا في تركيا العادله، كويس؟ دي حاجه. تاني حاجه عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا، انكم ما تقلقوش علشان ان شاء الله هنكون معاكم لغايه ما تستلموا طابو الشقه باسمكم، لغايه ما تستلموا سند الملكيه يعني طابو الشقه باسمكم ان شاء الله، واحنا هنكون في ظهركم وهنكون في كتفكم ان شاء الله، واتطمنوا. اتمنى ان شاء الله اشوفكم قريب في تركيا. شكرا وبحبكم جدا. علي جمال، اسطنبول، تركيا، مع السلامه.